وفاة اضطراب أيام ربيع الأول أو صفر سنة 10 للهجرة أو 11 للهجرة لا زيارة ولا مسير. ثالثا النوبختي يختار سنة 10 للهجرة ويتفق مع المسعودي على شهر ربيع الأول. أليف بناء على ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام لقد اختار النوبختي سنة 10 للهجرة لوفاة رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. باء أما المسعودي فقد اختار سنة 11 للهجرة للوفاة. جيم اتفق النوبختي والمسعودي على أن الوفاة في شهر ربيع الأول من دون تحديد يوم معين، وعليه تقع كل أيام الشهر ضمن دائرة الاحتمال. دال قال المسعودي إنه صلى الله عليه وآله وسلم قبض في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. هاء قال النوبختي قبض رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول سنة 10 من الهجرة. المهندس الصرخي الحسني.